جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة من المنطقة الغربية تقول عين نون، ها تقول: أنا مستمعة لهذا البرنامج المفيد وأسألكم جزاكم الله خيرا، إذ أن لي مشكلة وتتمثل في الآتي: أنا فتاة أعمل معلمة منذ مدة من الزمن، وأبي يحب المال حبا شديدا، فقد رفض زواجي في بداية الأمر ليقبض من مرتبي شهريا. أخيرا أرغمني على الزواج برجل لا أرغب الزواج منه ولا أريده ولا أريد العيش معه، لذلك رفضت هذا الزواج، وهو أبي مصر على زواجي منه ويهددني بقوله: يحرم عليك الزواج من غير هذا الرجل. والذي دفعه إلى ذلك طمعه في الراتب، وحتى يزوجه هذا الرجل إحدى مولياته ولمصالح تعود عليه هو شخصيا، وليس لي منها إلا الشقاء والتعب والحياة التي كلها جحيم لا تطاق. وأنا بطبيعة الحال لا أريد هذا الشخص على الإطلاق، وإن بقيت على هذا الحال إلى الأبد، ولا أشك أن هذا المرتب أصبح مصدر شقاء لي وضياع في هذه الحياة. ما هو توجيهكم يحفظكم الله؟ هل تنصحونني بترك العمل، أو ما هو الحل في نظركم؟ جزاكم الله خيرا. هذه ظاهرة سيئة حدثت في هذا الزمان، وهي أن أولياء النساء يمنعونهن من الزواج من الأكفاء من أجل الحصول على رواتبهن من الوظيفة، وهذا خيانة للأمانة التي حملهم الله إياها، لأن هؤلاء النسوة أمانة عندهم استرعاهم الله عليها لينظروا في مصالحها، وأعظم المصالح تزويج المرأة من الكفر. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فتحجر هذه المرأة من وليها ومنعها من الزواج طمعا في مرتبها فيه أضرار عظيمة على المرأة، حيث يفوت عليها شبابها ورغبة الرجال فيها، ويفوت عليها حصول الذرية التي قد ينفع الله بها، ويفوت عليها مصالح عظيمة. والمرأة إذا فاتها الزواج في أول شبابها فإن أنظار الرجال تنصرف عنها، ويحصل لها ضرر عظيم بذلك. فعلى الأولياء أن يتقوا الله عز وجل، وألا يضروا بمولياتهم من أجل مصالحهم، فإن هذا خيانة للأمانة وتضييع للرعية التي استرعاهم الله عليها. هذا من ناحية الطمع في مرتب البنات أو النساء الموليات من قبل أوليائهن. وأما إرغام المرأة أن تتزوج بزوج لا تريده ولا ترغب فيه، فهذا لا يجوز، وليس للأب أن يجبر موليته ولا لغيره من الأولياء من باب أولى أن يجبروا مولياتهم على من لا يرضين بهم أزواجا لهن. لا بد من رضا المرأة وموافقتها وأخذ رأيها في من يراد تزويجها منه، ولا يجوز تحجيرها على شخص معين وإجبارها على الزواج منه. هذا أمر محرم خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من استئذان النساء في من يتزوجن وأخذ رأيهن ورغبتهن في ذلك. وأما القضية الثالثة وهي أشد، وذلك بأن لا يزوج المرأة إلا ممن يزوجه، ويكون زواج المرأة مشروطا بزواج مرأة أخرى، فهذا هو الشغار المنهي عنه والنكاح الباطل. فعلى أولياء أمور النساء أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في مولياتهم، وأن يحسنوا الرعاية ويؤدوا الأمانة وينصحوا لمولياتهم، فإن هذا خير لهم وخير لهن، وفي ذلك من المصالح للجميع ما لا يعلمه إلا الله. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تستشيركم شيخ صالح، تقول إن هذا الراتب سبب لها هذه المشاكل وهذا العناء، وتقول: هل ترون أن تبقى في البيت وتترك هذا العمل طالما أن النتيجة هي ما توصلت إليه؟ إذا لزم من هذا العمل وهذا الراتب ما إضرار بها، فإنها تتركه وتستقبل الزواج. نعم.